ورجعنا لكم اعزائنا المشاهدين في اولى فقراتنا النهارده اللي اتعودنا فيها ان احنا نسمع الفلاح، نسمع شكوته، ونسمع المشاكل اللي عنده عشان هنشوف مع بعض هنحلها ازاي. معانا الحاج لبيب محمد غالي النهارده احد مزارعين البصل. اهلا بحضرتك يا فندم. يا مرحبا. اهلا وسهلا. خلينا نتعرف الاول على نوع البصل اللي انت زرعه. احنا بنزرع بصل حمراء وزرقاء. بنزرع بصل نوع من البصل يعني. الحمراء والزرقاء. اللي هي الصنف اسمه ايه بقى يا عم الحاج؟ البصل البلدي. بصل بلدي اللي هي يعني الصنف بتاعه اسمه ايه؟ هو احنا بنزرعه من زمان، بنزرعه نفس النوع ده كده خلاص. طيب اللي هو الاحمر والازرق. والازرق كويس ماشي تمام. انت يعني مواعيد الزراعه بتاعتك ايه يا حاج؟ احنا بنزرع بنبدا بس من شهر 12. يعني بنوضب الارض ونجهزها ونختمها ونوضبها كويس ونحرفها ونرش سباخ سوبر ولوريا ونوضبها ونزرع ونبدا نسيها ونزرع الايه؟ البصل. طيب انا عايز اسال سؤال بس، انت بتزرع التقاوي في الارض على طول ولا بتشتل بره بعد كده؟ لا احنا بنشتل بره وقاعدين نجيب الشتله نحطها في الارض. بتشتل في ارضك؟ في ارضنا احنا برضك بنبذر يعني. مش بتشتل في مشتل؟ بنعمل مشتل. انت اللي بتعمل مشتل على راس الغيط كده؟ عرس في ارضنا. بنخرج حته حلوه كده وننظفها ونعملها مشتل. تمام. تمام تمام. يعني انت الاول بتشتل بره الاول وبعد كده. طيب انت جايب البذره بتاعتك منين يا حاج؟ بنشتريها. بتشتريها؟ يعني انت مش شغال اكسار انت وبتعمل وبتاع؟ لا لا بنشتريها بنشتريها. انا عايز انوه على موضوع مهم جدا، موضوع الناس اللي هي بتعمل الاكسار بنفسها، والناس اللي هي متخيله انها كده بتوفر ثمن التقاوي. طبعا التقاوي دي ما بتديش اي انتاج، بتدي انتاج سيء جدا، مواصفات سيئه جدا، ويمكن احيانا مش هتديك 5% من الانتاج بتاعك. الناس اللي بتعمل اكسار بنفسها ديت لا احنا بنشتريها من الاحسن مخصصه لكده يعني. طب كويس، من مصادر موثوقه يعني. جميل يا حاج. طب يبقى انت شهر 12 بتبتدي عمليات التجهيز؟ التجهيز بالتزامن مع الشتله حاج ولا بتشتري الاول؟ لا احنا بنشتري الاول يعني. اول حاجه لا لا بنشتري الشتله يعني، نجهز الارض نشتري الشتله. بعد ما نشتري الشتله نبدا نحط الارض ونوضبها ونسيها ونبدا نزرع البصل. تزرع ال نزرع البصل. انما انت ما بتشتغلش التقاوي عندك؟ لا انت بتشتري شتله على طول. بنشتري شتله على طول. شتله كده في الصندوق اللي هي يا اما نشتري البذور ونعملها مشتل في ارضنا احنا. يا اما نشتري شتله من عند واحد بيزرع مثلا نص فدان فدان. والناس بيبيع بالقصبه كده. بيبيع بالقصب على طول. طب انت شايف انه احسن يا حاج، ان انت تشتل عندك في ارضك ولا تاخد الشتله جاهزه؟ امشتل في ارضي بستعنى بقى شويه وبنضفها وبعمل شتله حلوه يعني. بيبقى احسن يعني. بس اعتقد برضو ان يعني لما بتشتل عند مشتل اعتقد ان هم برضو عندهم مجموعه من المعاملات برضو بتديك شتله احسن شويه. بتبقى شتلته برضك شتلته بتبقى خفيفه شويه، انما بتكون عندي تقيله. بوضبها كويس، بديها كمية بزياده شويه، انما دوك عايز يبيع مثلا بالقصب وخلاص. خلي بالك. طيب انا عايز اسالك سؤال برضو مهم قوي. انا النهارده مزارع وراح اشتري شتله بصل. اتفضل. خلاص؟ اتفضل. اعرف منين ان الشتله دي شتله كويسه؟ بتبان قدام منك. ازاي بقى يا حاج؟ المواصفات بقى. الشتله بتاعتها بتلاقيها زرقاء وحلوه وتلاقيها تقيله على بعضها كده، تعرف ان شتلتها حلوه. تقيله على بعضها و... تقيله وزرقاء وحلوه ومزرقه كده وجميله. كده ومفربشه. ناشفه. ناشفه خلي بالك، لا مش ناشفه قوي يعني، مزهزه وحلوه في الزراعه كده يعني. انا الناشفه مش قصدي انها ناشفه يعني صفراء، انا قصدي انها ماسكه نفسها. ماسكه نفسها. يعني العود بتاعها مش مريح كده، مش مرخي. صح، مفيش اطراف صفراء كده فوق وبتاع، لا كلها كده زرقاء وحلوه. زرقاء من حلوة. تحت وخضراء من فوق. صح. وحاجه كده واقفه على نفسها كده ماسكه نفسها. كويس. اتفضل. طيب هل في معاملات بتتم لل يعني هل بتعمل معاملات بتغمس مثلا الشتل بتاعك ده في حاجه مضاد للفطريات ولا حاجه على طول؟ لا احنا بناخده ونزرعه في الارض على طول. وبنرش رش العفش. المشكله ان العفش بيطلع تاني. المشكله ان العفش بايه؟ بيطلع. ايه السبب؟ مش عارفين. كويس. كمان موضوع النداوي ده. النداوي ايه المشكلات برضه يا حاج اللي انت يمكن كنت بتتعرض لها زمان لما كنت ما عندكش خبره قوي، والنهارده بخبرتك الحمد لله تغلبت عليها، ومش عايز الفلاح الصغير النهارده اللي ما عندوش خبره يقع فيها. احنا بالنسبه للارض اهم حاجه تتخدم خدمه حلوه. تخدم الارض خدمه حلوه، تسمسها كويس. تزرع البصل كويس، تجيبهم فرد تزرع يعني بصل محترفين. محترفين في الزراعه، عندنا ناس محترفه في الزراعه يعني. بنجيبهم هم متخصصين في زرع البصل. طب اللي مش محترف هيزرع ازاي يا حاج؟ يعني بيحط البذره كده فوق الوش ولا الشتله؟ الشتله المفروض تقعد قد ايه يعني؟ لا الشتله بتنزلها في الارض بتاع 2 سم 3 سم كده. في الارض كده، بتغذيها كده في الارض بس. طب الغلطه اللي ممكن تحصل في الشتل ايه يا حاج؟ يعني وانا بحط الشتله في الارض ما سيبهاش بقى مرميه على وش الارض كده وخلاص. لازم اوقفها. يعني اطمن انها واقفه كده 90 درجه وفرعها كده لفوق كده. ان شاء الله ان شاء الله. جميل جميل. ايه تاني يا حاج من الاخطاء اللي انت مش عايز الفلاحين يقعوا فيها؟ يزرعوا بصل. الميه بقى، المشكله في الميه كمان. اوقات ما نلاقيش ميه خالص. برضك الكيماوي برضك شويه مش كتير.
كيماوي مش شويه مكفي. مش كتير برضه مش كتير صحيح، على ان الفضل البصل بياخد سباق بزياده، يعني احنا بنشتري قد اللي بناخده من الجمعيه كمان. اكيد اكيد انا متاكد من ده. جميل، فنفسنا تزودوا الحصه شويه يعني.